بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتعلم كل ما يخص التكست اللاين أو محاذاة النصوص، ونعرف إزاي نحط النص بتاعنا جوه الكانفاس، وهناخد كام خاصية كده تخص الكانفاس مع المعلومات الخاصة بالتكست. أول حاجة محتاجين عشان نطبق على القديم، محتاج أعمل خط خليه في نص الكانفاس عندي هنا، وهبدأ أحط الكلام بتاعي عشان نشوف الكلام من أول الخط ده. كل خاصية من الخواص بتاعة التكست اللاين هتظهر التكست بتاعنا فين. هاجي هنا هقول له ذا كونتكست، اول حاجه دوت ستروك ستايل. هعمل انا دلوقتي خط الستروك ستايل ده، احط فيه لون زي مثلا التلاتة ايه على سبيل المثال. بعدين هقول له لاين ويدث يساوي مثلا 5، اللي هو حجم الخط اللي انا هرسمه. بعدين هختار المكان اللي انا هبدا منه الموف تول اللي احنا شرحناها، هقول له مثلا 300 ومن فوق 0. 300 يا جماعة انا هخليه يبدأ على طول من نص الكانفاس بتاعي هنا ومن فوق 0، يعني الخط بتاعي هيبدأ من فوق هنا لحد تحت خالص. بعد كده هبدأ احدد النقط زي ما عملنا في الدرس الخاص بالباس، هقول له line 2 300 هنا وهنا 400. 300 زي ما انتوا عارفين انا كده حددت النقط بتاعتي اللي انا عايز ارسم منها. 300 و400 دي معناها 300 الخط هيمشي لحد هنا، و400 يعني هيبدأ من فوق لحد تحت خالص، يعني من فوق لحد تحت خالص، والخط هيكون في نص الشاشة بالظبط عشان انا كتبت هنا 300 اللي هو النص حجم الكانفاس بتاعي. بعد كده هروح قايل له ارسم لي بقى الكلام ده ستروك بالشكل ده كده، هيرسم لي الخط بتاعي. خلينا نشوف هنا ستروك بس بالشكل ده، ادي الخط بتاعي هو الحمد لله وكله تمام. ونبدأ دلوقتي نحط الخواص بتاعة التكست اللاين. قبل ما اعمل اي حاجة عشان الكلمات اللي انا هكتبها، اعدل بس الفونت هنا، الفونت بيساوي 30 بيكسل تهوما مثلا علشان الخط يكون كبير وشكله ظريف ويبان. وبعدين كمان هعمل في الستايل عشان الكلمات اللي انا هكتبها نلونها باللون اللي احنا محتاجينه. هقول له مثلا انه الكونتكست فيل ستايل بيساوي، ونحط الكلام باي لون يعجبك وليكن مثلا احمر. كده انا عندي الكلام الحمد لله كله تمام، فاضل ان انا هبدا اكتب التكست بتاعي. اول خاصيه اللي احنا كنا بنكتب بيها التكست اسمها فيل تكست، اللي هي دي كان بيطلب مني التكست اللي انا عايز اكتبه. هكتب اول حاجه كلمه ستارت، وهتبدا منين؟ الاكس وبعدين الواي بالشكل ده. الاكس يا جماعة والواي هنشوف مع بعض دلوقتي ايه اللي بيحصل. دي كلمة ستارت اهي، الاكس 300 يعني معناها هيمشي 300 بيكسل من على الشمال لحد هنا بالظبط، ومن فوق 50، فالكلمة من فوق اهي في 50 بيكسل فوقيها. دي كانت اول حاجة عندنا واول حاجة هنعملها. وعندي الديفولت فاليو بتاع التكست اللاين اصلا حاجة اسمها ستارت. طيب تعالوا كده مع بعض نعمل اول حاجة عندنا في التكست اللاين. عندي خاصية اسمها دوت تكست اللاين، نفس بالظبط الخاصيه اللي انت عارفها في السي اس اس. بتساوي ايه؟ هي باي ديفولت لو انت ما كتبتش اي حاجه في التكست اللاين، هي باي ديفولت بتساوي كلمه ستارت، اللي هو بدايه او التكست بيبدا من البوزيشن اللي انت بتحدده له. انا كتبت له هنا 300 اللي هي الاكس، فبيبدا من عند ال 300 بالظبط زي ما انت شايف كده، لان الخط ده في النص بالظبط وبادئ برده من عند ال 300. فشوف الكلمه جت فين. هنبدأ نعمل اللي بعد الستارت على طول، هننسخ دي ناخد منها نسخة تانية. اللي بعد الستارت حاجة اسمها end، عكسها على طول، ادي الاند وهنا هكتب كلمة end. ونفس القصة برضو 300، كلهم هيكونوا 300 بس انا الواي بقى هزودها شوية عشان الكلمات تيجي تحت بعضها. تعال نشوف مع بعض، ادي الاند. الاند بقى ايه الفرق بينها وبين الستارت؟ الاند يا جماعة بيجيب لك الكلمة، الاند بتاعها بيخلص عند بداية البوزيشن اللي انت قلت له عليه. تاني ايه الفرق بين الستارت والاند؟ لو انا جيت قلت له 300 من الاكس يعني عند الخط ده، هيبدا من عند الحته دي يكتب الكلمه اللي انت اديتها له. طب لو انا قلت له اند، اند هيكتب الكلمه وهيخلي نهايتها عند البوزيشن اللي انت حددته له. ده الفرق بين الستارت والاند اهو. تمام جميل جدا. نيجي بعد كده بقى على حاجه من الحاجات الظريفه والسهله اللي هي سنتر تكست اللاين سنتر. السنتر يا جماعه ببساطة شديدة بتخلي الكلام في النص، مش محتاج أي حاجة، شايفين؟ في نص الكانفاس بالظبط. طبعًا أنا عمال أضيف 50 عشان الكلمات تنزل تحت بعضها ونقدر نشوف الأمثلة كلها.
حلو جدا جدا جدا. عندنا كده حاجتين ناقصين، عندنا حاجة اسمها الليفت وحاجة اسمها رايت. ادي الليفت هنزود هنا 50 هتبقى 200، ودي 250، وهتكون دي الرايت. ادي الليفت وادي الرايت، وهنشوف دلوقتي الفرق بينهم ببساطة شديدة. الليفت يا جماعة التكست بيبدأ من البوزيشن بتاعك ليفت، والرايت التكست بتاعك بينتهي عند برضو البوزيشن، عامل زي الاند كده. يعني الستارت عامله زي الليفت والرايت عامله زي الاند. طب ايه الفرق بينهم بقى؟ لحد دلوقتي انت مش هتشوف فرق بينهم، لكن عشان تعرف الفرق بينهم لازم الدايركشن بتاع الصفحه يتغير. الصفحه بتاعتنا دلوقتي ليفت تو رايت، فلما انت تيجي تقول له ستارت بالشكل اللي انت شايفه ده بيعمل ايه الستارت؟ بيبدا زي ما قلنا التكست بيبدا من البوزيشن اللي انت مديهوله، عشان اتجاه الصفحه من الشمال لليمين، يعني ال 300 وصلوا لحد كلمه ستارت اهو، بعدين الكلمه بدات. لكن الليفت ملوش دعوه بالكلام ده. الليفت احنا قلنا ايه يا جماعه؟ التكست بيبدا من عند البوزيشن اللي انت هتديهوله، وفعلا هنا ال 300 هم وبعدهم التكست بتاعي بدا. حلو جدا. تعالوا بقى نعمل حاجه ظريفه جدا هنا، هقول له the context dot direction، هغير الدايركشن بتاع الكانفاس بتاعي عشان تشوف الفرق وايه اللي هيحصل. خليت الدايركشن بتاع الكانفاس رايت تو ليفت، بصوا معايا ايه اللي هيحصل. ستارت واند اختلفوا، ستارت واند يا جماعه اتغيروا هنا تاني عشان تشوف الفرق. بص بصه هنا وركز فيها وشوف ان الليفت والرايت ما اتغيروش لانه ملوش علاقه بالكلام ده، هو ليفت في مكانه والرايت في مكانه، الستارت والاند هما اللي بيتغيروا لان دول معتمدين على اتجاه الصفحه. تعالوا مع بعض نشوف بصه سريعه كده، الستارت والاند اتغيروا. لما خليت الصفحه عربي ايه اللي حصل؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي حصل. الستارت كانت بتعمل ايه يا جماعه؟ البوزيشن اللي انت اديته له الكلمه بتبدا من عنده. شوف انا دلوقتي النسخه بتاعتي عربي، فهعد هنا 300 بكسل اهو لحد الخط، بعد كده كلمه ستارت بدات. طب والاند؟ 300 بكسل اهو لحد الخط، كلمه اند وقفت عندها وخلصت، خلصت الكلمه قبل البوزيشن زي ما عملنا بالظبط. فالستارت والاند الفرق بينهم بين الليفت والرايت هو الدايركشن بتاع الصفحه هو اللي بيحدد الكلام ده. اخر معلومه معانا، عندنا حاجه اسمها جلوبال الفا، حاجه اللي هي الخاصه بالالفا شانل، الخاصه بالالوان. لو عايز الشفافيه بتاعت اي حاجه ترسمها تتغير بتستعمل الجلوبال الفا دي. هقول له ذاك كونتكست دوت جلوبال الفا بالشكل ده بتساوي، وتقدر هنا تكتب عندك 0.0، تقدر تكتب لحد ما توصل لرقم 1. ده الشفافية، 1 معناه ان مفيش حاجة فيها شفافية، نص بالشكل ده معناه ان كل حاجة الشفافية بتاعتها هتنزل النص. شايفين لو خليتها مثلا 2 من 10 على سبيل المثال، تلاقي بص الشفافية عملت ايه، وواحد وهكذا هتنزل الشفافية جدا. ودي حاجة جلوبالي على مستوى الكانفاس بتاعك، اي حاجة هترسمها تقدر تعمل فيها الكلام اللي انت عايزه. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.